نعم التنمية هي تهم كل مواطن، علينا أن نبحث كيف أن لا نتيح للفساد تأثير على هذه التنمية. وإذا تحدثنا عن التنمية في مجالات أساسية ثلاث حتى بمعيار الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضوع الصحة والتعليم والدخل الفرد فقط، هي تكفي لأن تكون مفتاحا لأن تعطينا في المجالات الأخرى. في العلاقة ما بين الرفاهية التي نبحث عنها جميعا كبشر، أعطيني بس دقيقة واحدة. طيب هناك علاقة وأيضا عالية، وفي العلاقة الأخرى ما بين التنمية وموضوع سيادة القانون كواحدة من نواظم العمل لمكافحة الفساد، أحد معايير الحكم التي نسعى إليها. مضطر أوقف هون لأنه لازم أحترم الوقت، ولكن بتمنى أن يكون عندنا مجال نتناقش فيما تبقى من الموضوع. شكرا للجميع. حواجة، مرحبا بك في تونس، يشرفنا حضور فلسطين في المنتدى هذايا. نجم نسألك بعض الأسئلة؟ أهلا وسهلا. شنو تعريفك للحوكمة الرشيدة؟ الحوكمة هي عملية يعني واسعة وتشمل منظومة من العمليات والإجراءات التي تحكم علاقة المؤسسات فيما بينها وعلاقة المواطن مع هذه المؤسسات في إطار الحقوق والواجبات، وبالتالي الحوكمة هي عملية شاملة تشمل الفراغ العام وبعناصره الخاصة والعامة، مؤسسة وفرد ودولة. شكرا. تنجم تعطينا مؤشرات ولا أرقام تتفسر لنا تراوح الرشوة معناها والكوربشن في الدول العربية في مختلف القطاعات؟ هل هي في انخفاض ولا في انخفاض؟ يعني موضوع المؤشرات، أولا ضروري أن نشير إلى أن أدوات القياس التي يتم تعميمها في الوطن العربي في غالبيتها هي ليست من صنع الوطن العربي، وبالتالي هي أدوات عالمية تقوم على أساس منهجيات لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية العربية أو خصوصية كل دولة ومنها تونس مثلا، وبالتالي هي مؤشرات تهدف إلى المقارنة بين الدول أكثر منه البحث في تفاصيل الدولة. المعطيات في الوطن العربي مرتبطة أساسا بالواقع السياسي، وأنت كما تعرفين الآن جزء كبير من الدول العربية تمر في ظروف سياسية نقول صعبة أو سهلة، يعني حسب كيف ننظر لها، نتمنى أن تكون مخاض نحو السهولة، ولكن هذا المخاض وهذه الظروف حقيقة تؤثر على عمل المؤسسة الرسمية والبناء المجتمعي. وبالتالي لو أخذنا تونس مثلا، في عام 2013 وقبل يومين فقط تم إصدار مؤشر مدركات الفساد العالمي، والذي شخص تونس بنفس الوضع الذي كانت عليه العام السابق، وبالتالي ما زلنا نراوح مكاننا، وهذا من منطقي من حيث لم يتغير شيئا عمليا من حيث الجهود، لأنه تونس تعيش تلك الحالة التي تحتاج المزيد من الوقت لإعادة تنظيم نفسها. وحتى لو قارنا بالسنوات السابقة وكان هناك تراجع، يصبح التبرير هو مرتبط أيضا بالإجراءات التي تقوم بها الفعاليات التونسية من المجتمع المدني والحكومة، التي تحتاج المزيد من الوقت والإجراءات ورسم السياسات والاستراتيجيات التي تضمن تراجع الفساد. هذه الظاهرة ليست مختصة في تونس، هذه ظاهرة عالمية وليست موجودة في تونس لوحدها. قد يكون هناك تسليط أضواء في تونس أكثر من غيرها، ولكن نبقى متفائلين بضرورة اجتراح الآليات والميكانيزمات التي تضمن محاصرة هذه الظاهرة وتوفير ما يراقب على ضبطها. شكرا. سؤال آخر، آخر سؤال معناها، شنو هي المقترحات نتاعك والتطلعات في المجال هذايا معناها؟ شنو تحسب رأيك؟
المقترحات قد تكون قائمة طويلة لا تنتهي، ولكن فيما له علاقة بمجال عملي ورؤيتي لموضوع قياس واقع الفساد وانتشاره في الدول العربية، الخطوة الأولى يجب أن تكون قائمة على أساس تطوير أدوات ومنهجيات لقياس واقع الفساد بتمثيل وطني، وبالتالي نسعى إلى تطوير أو السعي إلى تطوير أداة تونسية لقياس الواقع أو واقع الفساد في تونس، وليس الارتكان إلى الأدوات والمنهجيات الدولية التي لا تأخذ بالاعتبار الخصوصية الوطنية في تونس. وثانيهما رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تضمن مجابهة الأولويات التي واجهها التونسيين والدولة التونسية والمؤسسات التونسية من أجل تحقيق الرفاه والاستقرار للمواطن التونسي. العملية طويلة معقدة وتحتاج إلى صبر وجهد، ولكن لابد من البدء حتى لو بخطوة واحدة. يعطيك الصحة ومرحبا بفلسطين مرة أخرى معنا. ميرسي بوكو، عايشك.